السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ هنبتدي في المحاضرة رقم 3. هنتكلم النهاردة على تاني بايو مولكيول اللي هو عبارة عن بروتين. اول حاجة زي ما احنا متعودين، ايه هي الـ best sources of protein in the food؟ عندنا طبعا الانيمال بروتين اللي هي الميت، اللحمة والتشيكن، الفراخ والفيش، السمك، ده شيء اساسي ونسبة عالية جدا منه. بعد كده الجزء الثاني اللي هو الديري فود زي الملك، اللبن واليوجورت، الزبادي والتشيز، الجبنة والإج، البيض. في عندنا البينز واللينتس اللي هي البقوليات، وممكن نلاقي نسبة شوية صغيرة من النتس موجودة عندي او المكسرات. ايه اهمية البروتين في داخل الجسم؟ يعني ليه انا باكل وجبة غذائية فيها نسبة من البروتينات؟ البروتين مهم جدا في فانكشنز كتير داخل، طبعا في الاستراكشر بتاع الدايجستيف انزايم، وبالتالي فاسيليتيد الكيميكال رياكشن، سبورت الريجوليشن والاكسبريشن اوف الدي ان ايه والار ان ايه، مهم جدا في الموف بتاع الاسينشال مولكيول اراوند ذا البودي، داخل في الاستراكشر بتاع الانتي بوديز، وبالتالي سبورت الاميون سيستم، برضو في الهرمونز يبقى اذا بيساعد في الكوردينيت بودلي فانكشن، بروفايد سبورت تو ذا البودي، وسبورت المسل كونتراكشن اند الموفمنت، الحركه بتاعه المسل هو داخل في المسل والفانكشن بتاعته. هنبتدي بقى من الصغير للكبير. المونيمر بتاع البروتين واحنا اتكلمنا عليه في المحاضرة الأولانية هو عبارة عن الأمينو أسيد. لو جينا نتكلم على الأمينو أسيد زي ما انتم شايفين الاستراكشر بتاعه مهم جدا بالنسبة لنا وحفظ، هنعتبره يعتبر زي جسم الإنسان. عندي السي اللي هي عبارة عن الرقبة بتاعتي، بتبقى ألفا كربون أتوم. السي ديت مرتبطة بأربع مجموعات، المجموعة الأولانية اللي هي الكربوكسيل جروب أو السي أو أو إتش، ديت إيد من الإيدين. بعد كده في عندي الأمينو جروب اللي هي الإن إتش تو، الإيد التانية. عندي ال إتش اللي هي الراس بتاعتي، والآر اللي هي السايد تشين اللي بتختلف من أمينو أسيد عن أمينو أسيد التاني. الامينو اسيد هعرف على ان هي اورجانيك كومباوند، بتحتوي على بيزك امينو جروب واسيدك كاربوكسيليك جروب وسايد تشين اللي هي الار جروب اللي هي بتبقى سبيسيفيك تو ايتش امينو اسيد. الامينو اسيد ديت بتحتوي على اليمنتس هي عباره عن الكربون والهيدروجين والاكسجين والنيتروجين. الامينو اسيد عندها الامينو جروب والكربوكسيل جروب اتاتشد تو ذا الفيرست كربون اتوم اللي بسميها الفا كربون اتوم، وبالتالي هسمي الامينو اسيد ده بالفا امينو اسيد. الالفا كربون ديت بسميها كيرال سنتر. يعني ايه كيرال سنتر؟ يعني هي كربون اتوم اللي اتاتشد تو متصله بيه اربعه ديفرنت جروب، وبالتالي عندي الامينو اسيد ده الاستيريو كيمستري بتاعته هي دي وال فورم. الدي والال طبعا زي ما احنا قلنا في البارت بتاع الكربوهيدرات، في عندي الفانكشنال جروب يا اما في الليفت او في الرايت. الكيرالتي معناها ايه؟ معناها ان هو اوبتيكالي اكتف، وبالتالي كل الامينو اسيد هيبقوا اوبتيكال اكتف ما عدا الجلايسين، لان الجلايسين الار بتاعته اتش، فبقى في عندي 2 اتش يبقى نون اوبتيكال اكتف. مهم قوي بالنسبه لنا ان اونلي ال امينو اسيد بي كونستيتوينت اوف ذا البروتين، المكون بتاع البروتينات في داخل الجسم.
عندنا الامينو اسيد ان اقوى سوليوشن بيبقى على هيئه اسفايتر ايون. يعني ايه اسفايتر ايون؟ يعني السي او او اتش بتاعته بتبقى سي او او نيجاتيف، والان اتش 2 بتبقى ان اتش 3 بوزيتيف. يبقى اذا بقى عندنا موجب واحد ناقص واحد يساوي زيرو. يبقى اذا النت تشارج بتاعتي بتبقى زيرو في حاله الاسفايتر ايون او في حاله الامينو اسيد ان اقوى سوليوشن. عملية الايونيزيشن اوف الامينو اسيد او تأثير البي اتش على الامينو اسيد او الديفرنت ميديا على الامينو اسيد، عندنا ثلاثة ميديا زي ما احنا قلنا قبل كده في اول محاضرة. عندنا نيوترال وبيزك واسيدك. المرحلة الاولانية اللي هي نيوترال، واحنا لسه قايلينها من شوية، اللي هي حالة سفايتر ايون، عندي ان اتش 3 بوزيتيف وسي او او نيجاتيف، يبقى النت تشارج زيرو. الاحتمال الثاني اسيدك ميديا. اسيدك ميديا يعني ايه؟ يعني عندي اتش بوزيتيف، اتش بوزيتيف تروح تدور على حاجه نيجاتيف، ايه النيجاتيف اللي قدامها؟ سي او او نيجاتيف، تقوم تشبك عليها وتكون لي سي او او اتش. يتبقى عندي ايه؟ يتبقى عندي ان اتش 3 بوزيتيف. ان اتش 3 بوزيتيف يبقى اذا النت تشارج موجب واحد في حاله الاسيدك ميديا. طيب في حاله البيزك ميديا، بيزك ميديا يعني ايه؟ يعني عندي او اتش نيجاتيف في الميديا بتاعتي. او اتش نيجاتيف تروح تدور على حاجه بوزيتيف، تدور على حاجه بوزيتيف اللي هي الان اتش 3 بوزيتيف، تاخد منها هيدروجينه يطلع لي اتش 2 او ويتبقى لي ان اتش 2. يبقى اذا التشارج اللي باقيه سي او او نيجاتيف، يبقى اذا النت تشارج سالب واحد في البيزك ميديا. في الامينو اسيد بيبقى عندي البي اتش بسميها بي ايزو الكتريك بوينت. يعني ايه الايزو الكتريك بوينت؟ هي البوينت اللي عندها البي اتش سكيل بتاعت الامينو اسيد هاف انيت تشارج زيرو، او بقول عليها البي اتش ات ويتش ان امينو اسيد از الكتريكالي نيوترال. عندي عدد كبير جدا من الامينو اسيد، ممكن نقول 500 ناتشورالي اوكيرنج امينو اسيد اللي احنا بنهتم بيهم. هم 20 امينو اسيد فقط. ليه؟ لان هم المهمين في الجينيتك كود، فهم اللي بيكونوا لي التريبلت كودون او الجينيتك كود اللي موجود عندي في داخل الجسم، وبسميهم ستاندرد امينو اسيد. الامينو اسيد عندنا الحفظ بتاعهم اساميهم مهم جدا مع الثري لتر كود. عندنا اول حاجه جلايسين جي ال واي، الانين اي ال اي، فالين في اي ال، ليوسين ال اي يو، ايزوليوسين اي ال اي، ميثيونين ام اي تي، برولين بي ار او، فينايل الانين بي اتش اي، تريبتوفان تي ار بي، زيرين اس اي ار، سريونين تي اتش ار، سيستاين سي واي اس، تيروزين تي واي ار، اسبرجين اي اس ان، جلوتامين جي ال ان، اسبارتيك اسيد اي اس بي، جلوتاميك اسيد جي ال يو، لايزين اللي هو ال واي اس، ارجينين اي ار جي، هيستيدين اتش اي اس. الاستراكشرات بقى بتاعتهم اللي بنهتم بيها وحفظ علينا، احنا مقسمينهم مجموعات هتتذاكر طبقا للمجموعات. انا عندي الاساس بتاعي ان في كربونه في النص فيها اتنين فانكشنال جروب سي او او نيجاتيف وان اتش 3 بوزيتيف والاتش. اللي باقي المختلفه عندي هي السايد تشين. في حاله الجلايسين السايد تشين اتش، الانين سي اتش 3، فالين بقى برانش سي اتش سي اتش 3 وسي اتش 3. المرحلة الثانية لو كانت عندي فيها أروماتيك رينج زي مثلا الفينايل ألانين، هلاقي في السايد تشين سي اتش 2 وحلقة البنزين، وفي التيروزين بقت سي اتش 2 حلقة بنزين وأو اتش. في عندي احتمال تاني ان يبقى فيها مسمى معين زي مثلا الزرين، في عندي السايد تشين سي اتش 2 او اتش، السيستاين CH2SH.
اللايزين هنلاقي عندنا 1 2 3 4 CH2 ثم ال NH2 او ال NH3 بوزيتيف. بعد كده ال اسبرجين والجلوتامين. الاسبرجين والجلوتامين السايد تشين بتاعته هتبقى في حالة الاسبرجين CH2 سي دبل بوند او NH2، او الجلوتامين زاد عليها CH2 فبقت CH2 CH2 سي دبل بوند او NH2. طيب الاسبارتيت والجلوتامات هيبقى عندي السايد تشين CH2 COO نيجاتيف في حالة الاسبارتيت، الجلوتامات زاد عليها CH2 فبقت CH2 CH2 COO نيجاتيف. البرولين ده اللي بقى مختلف بالنسبة لي، عندي زي ما انتم شايفين كده هلاقي ان ال NH2 الخاصة بالفانكشنال جروب بتاعت الامينو اسيد داخله في الرنج بتاعت البرولين او في الرنج بتاعت السايد تشين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يبقى دي الاستركشرات اللي علينا الحفظ بتاعهم.